مساء الخير، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج على الوتر. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم أسبوعيا عبر قناة البحرين الأولى. ضيفتي فنانة مختلفة تتقن كل دور تمثيلي تأديه إلى الحد اللي يخلينا نقتنع بأنه واقع وما له أي علاقة بالتمثيل. وين ما تكون هي اسم رابح قادر على كسب الرهان في الدراما الخليجية ككل، مو بس في البحرين. نتابع التقرير التالي من إعداد الزميلة جمانة الذوادي، ولنا عودة مع الجميلة سعاد علي. سعاد علي من الفنانات البحرينيات اللي لمع بريقها بالساحة الفنية وقدرت أن تقتحم قلوب جمهورها من خلال الشاشة الصغيرة والمسرح كذلك. زين قومي 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 روحي باللفتة قومي. زين زين إن شاء الله. درست سعاد علي وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت بشهادة التمثيل والإخراج. شاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية في البحرين والسعودية والكويت، إلا أن شهرتها صارت لما شاركت بمسلسل دارة الأيام، على الرغم من أن الشخصية اللي أدتها كانت بالحلقات السبع الأولى. طبعا من الأعمال التلفزيونية اللي شاركت فيها سعاد علي ناس من زجاج، البيت الكبير، أولاد بجاسم، حزاوي الدار، بحر الحكايات، دارة الأيام، دروب الشك، القدر المحتوم، ملاذ الطير، لولو مرجان، وغيرها من الأعمال الفنية. طبعا 200 دينار. أوه زين زين. واللي تحط 10,000 دينار تحصل 2000 دينار عقب 3 شهور. فوق الزين. يعني أي بنك الحين يدفع هالأرباح. فوق فوق فوق. وأيضا كان لها دور كبير في المسرح، وكان لها حضور كبير من خلال المسرحيات اللي قدمتها مثل كلك نظر، عيال سعادة، وين منطقها عوية، البيت بيت أبونا، وغيرها من الأعمال الناجحة والراسخة في أذهان جمهور ومحبين الفنانة القديرة سعاد علي. ورا شو قالوا لك؟ ساحرة؟ رعية طبوط؟ هذه من ردا خشامته. لا ذي من جشاعة نفسك، أنت مو راضية باللي الله كتبه لك. لا حي ولا استخيار. إيش بينك وبيني؟ ما تقول لي مكسورة وتبرد. نور الدين تعال ودي دارة. يلا ودي حرك. الفنانة القديرة والجميلة سعاد علي، مساك ورد ونور. مساءكم سعادة ومساء إن شاء الله جميل لكم وحق مشاهدين ومتابعين قناتنا. الله يعطيكم العافية. شرفتينا ومنورة بالأزرق، وشاكرة لك سرعة استجابتك اليوم. الله يخليك تسلمين، ولو تلفزيوننا تلفزيون البحرين مكانك احنا متواجدين في أي لحظة يعني يطلبوننا. ومخرجنا اليوم شارط علي اني ما البس اسود، يلا قلنا خلنا ناخذ الازرق. سامحي لا بالعكس هو بعد ادرب ديكور الجميل. اكيد مشوار طويل استاذ سعاد، حافل بالعطاء وبالابداع. لو يرجع فيك الزمن من جديد، هل بتختارين الفن ولا بترسمين شكل ثاني لحياتك؟ ما اعتقد بكون بعد فنانه. بعد بتكونين فنانه؟ ليش؟ مع أن مهنة المتاعب تسمونها. أي مهنة المتاعب، بس فيها جمال، فيها حب، فيها أخذ وعطاء مع جمهورك، في المهنة الجميلة هذه اللي تلقى أصداءها في قلوب الناس ومشاهدينك ومتابعينك ومحبينك. جميل. مهنة جميلة جدا، رسالة من خلالها تقدم، تطرح قضايا ومشاكل وتوجد لها الحلول. مهنة 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 رائعة جدا. جميل جدا، أحلى شيء في الدنيا أن الواحد يسوي الشيء اللي يحبه بشغف، أحلى شيء في الدنيا. نعم. حضرتك كوميدية ولكن في نفس الوقت حساسة جدا، تعصبين بسرعة بعد.
شلون؟ إيه عندنا مصادر. شلون توازنين بين الأمرين؟ خاصة إن المنطقي إن الإنسان الكوميدي مثلاً يكون ماخذ الحياة بضحك وما تفرق معه، يعني ما يحور قلبه عليها خلينا نقول، بس أنتي لا، حساسة، تهتمين بأدق التفاصيل وعصبية. إيه يعني أنا ما علي أقدم كوميديا ومثلة كوميدية وضلي خفيف وأحب المزحة وأحب القشمرة. ترى أنا متف، لا أنا صج حساسة وايد، يعني طبعا لأن هاي شخصيات نقدمها إحنا على الشاشة، بس لما بتين في واقعنا في الحياة إنزين إنسان حالي حال أي إنسان طبعا، بتكون عندي إحساس مرهف وبيكون زايد بعد، مو عصبية، يمكن كنت في مرحلة من العمر عصبية. لا وين؟ أنا المصادر قالوا لي إن بسرعة تعصب المقربين. هاي المصادر وال 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 والعصفورة اللي تقول لك الأسرار. أنا مو عصبية. شكله هم نرفزوك اللي قالوا لي بكذي. إيه ممكن يكون هناك موقف. نعم. أو كلمة تستفز، وفي أحياناً أنت شخص لما يكون قدامك بعيد عن المجاملة زين. ما بتجلسين تجاملين وبتبتسمين للابتسامة الصفرة. نعم. نشت بلعين يعني. لا بتكون ردة الفعل في لحظاتها يعني. نعم. اي فما بتكون، يمكن هما يشوفونها عصبية زين، بس انا اشوفها ردة فعل طبيعية على موقف صار او على جملة او على اختلاف وجهة نظر. ما اعتقد كل واحد ما يكون عنده ردة فعل، وخاصة انت قلتي ان احنا فنانين واحنا احساسكم مرهف هاي طبيعي. ايه وبعدين اي نعرف احنا نسوي الضحكه الصفراء اللي قلت لك عنها 24 ساعه. ايه بس احيانا ما نحب، او انا من الناس اللي ما احبها في حياتي. حلو، لان انسانه حقيقيه انت. نعم. بعيد عن التكلف جدا، واقعيه جدا. نعم. استاذ سعاد، لما سالنا المقربين منك، لما سالتهم عن اهم نقاط التحول في حياتك، قالوا لي لما قررتي ان انت تستقلين بحياتك، تطلعين من بيت الوالده مع عيالك وتقررين ان انت تعيشين حياه مستقله. طبعا للساده المشاهدين ما يعرفون ان هاي الشيء ترى توه صاير، يعني سنه يمكن 2014، يعني انت جبتي عيالك ما شاء الله وكبرتيهم وانت ما زلتي في بيت الوالده. شنو سر هذا التعلق بهذا المكان؟ اول شيء لكثره ارتباطاتي برا البحرين وشغلي خارج البحرين، وكنت بصوره مستمره، فكانوا اولادي صغار. نعم. فعسى يطول في عمر أمي ويخليها ويحفظها يا رب، اللي يعني أنا ما أكف، يعني ما وفي حقها ولا أكفي في حقها. أولادي كانوا محتاجين رعاية، محتاجين أن يكونون معاهم أحد، فأأمن مكان وين يكون؟ عند أمي. بيت الأم أكيد. بيت عند أمي، فأمي الحب، أمي الحنان، مثل ما ربتني ربت عيالي رب الكريم يسلمها. ليه ما كبروا بدأوا عاد يبون يكون لهم حياتهم المستقلة؟ فهني بديت أن يكون لنا مكاننا الخاص، أن أنا لما أسافر عارف أنهم يتحملون المسؤولية وهم قد مسؤولياتهم يعني، ومطمئنة عليهم. تظل الأم تحاتي بس يقولين ريايل يعني. الله يحفظهم. يعني أنا عندي علي ما شاء الله الله يحفظه، تزوج واستقل بروحه في بيت، بس أنا وهيب مع بعض عايشين. أي. فبس وهيب ريال ما شاء الله عليه، قايم ملتزمات البيت، حامل المسؤولية ومعتمدة عليه في أمور كثيرة. ربيتيهم مثل ما تربيتي؟ الوالد ربيتهم مثل ما تربت، على الأدب والسنع والأخلاق. الله يخليها على راسكم يا رب. إن شاء الله برجع لهم أكيد وبتكلم عنهم باستفاضة، لكن حابة أرجع لذي اليوم اللي طلعتي منه من بيت الوالدة. شنو كان شعورك يومها؟ قالوا لي كانت تحس كأنها بتطلع برا البحرين، كأنها بغربة، مع أن الفرق هو شوارع ودقايق. مع أن أنا أمي محرق وأنا ورا المطار قالوا لي. أي. أنا رايح أصب الرفاع ولا ذي شسويتي؟ أي يعني أقول لك أثاث بيتي وجهزت كل شيء ونقلت هدومي، قمت أشيلهم شوي شوي، بس أنا أنام في بيتهم طبعاً. شلون كان ذي اليوم؟ هي إحنا واقفين قالت لي خلاص عاد روحي بيتكم الليلة رقدي. قلت لها شلون؟ قالت لي روحي بيتكم رقدي خلاص بعد قاعدين هني، مع أن أنا عارف القصة عندها داخل. يعني عمر أنا معاها وعيالي كبرة لكن هي تحاول تكابر عشان تتمسكين. ورحت البيت وقعدت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، تميت فترة طويلة
كني مسافرة حبيبتي، وبين لحظة ولحظة بروحي أكن أقعد أصيح يا عمري كني ياهل. مو متعودة على الشعور. مو متعودة، أنا دخلت في مسؤولية ثانية، في عالم ثاني. الحين أنا بروحي خلاص. الأول كانت أمي معي، أسافر وأرجع أمي موجودة، أبي شيء راسي من راس أمي. الحين ويه أنا يعني هني بروحي، متى بشوف أمي؟ صرت شنو؟ أروح بالليل أرقد، أقعد الصبح أروح عندها، أقعد طول اليوم أتريق أتغدى لين هي المغرب تقول لي يلا عاد روحي عشان تبطل لي تات بيتك. رحم الله من زار وخفف. وبس وتعودت، وصرت اليوم أحب حتى الوحدة، إن أحياناً في لحظات أبي أكون فيها وحيدة. أوه. فهو بيتي المستكن اللي أنا أرتاح فيه نفسياً لما أبي أكون بروحي. جميل، كل إنسان تي أوقات بس لأن أبي العاطفة وأبي الحياة الاجتماعية والزخة والوناس وهذا أروح عند أمي طبعاً. نعم، الكل مجتمع والكل قاعد. أم علي أم حنونة جداً وقريبة جداً من أبنائها. اليوم الأمومة شنو عنت لك؟ وش كثر اليوم قاعد تشوفين نفسك في عيالك؟ عيالك داليا وعلي ووهيب، الله يخليهم لك. الله يسلمك. داليا وعلي ووهيب، دائما لما أشوف موقف وهم يسوونه أو شيء أرجع بالذاكرة في نفسي لما كنت أسوي في أمي، فأقول الله. يعني مثلا سن المراهقة مالهم، فكنت أنا نفس الشيء ترى، كنت في سن مراهقة يعني نيتها. فاليوم مرة في هذه اللحظة كنت وحلي أمي استحملت، يعني مثل ما أنا الحين قاعد أستحمل أو أستحمل مزاجيتهم. أو بس أرد أقول يعني هذه هي مسيرة الحياة، يعني اللي يمر فيها المراحل الإنسان. يعني أشوف فيهم وايد أشياء مني، طيبتهم، قلبهم الأبيض، احترامهم للناس، حبهم للآخرين. عندي وهيب مثلي، يحب أحياناً يعتزل يعتكف في لحظات. علي لا منطلق، هذه في جزئية مني أنا لأني أحب الانطلاق في لحظة. داليا فيها شوية غبشة العصبية، هذه هم فيني أنا. يعني فكل واحد منهم أشوف جزئية فيه. جميلين. لأي مدى أنت راضي عنهم اليوم؟ سمي تفضلي. قلت يا ليت في لحظة أقعد مع نفسي أقول يا ليت أنا ما جبت 30، جبت أكثر. العيال جميلين لما تكبرين وهم حواليك، لما يكون عددهم وايد حلو، عزوة. أي عزوة، وباكر تعرفين إن هذا بيجيب لي كم حفيد وهذا كم حفيد وهذا كم حفيد، فبيصير البيت يعني شعلة جميلة. الله يخليك. فبس الحمد لله الله يخليهم ثلاثة، وأنا راضية عليهم، وإن شاء الله دائما يكونوا سعيدين والله يرضى عليهم. اللهم آمين، ويخليك على راسهم يا رب. الله يسلمك. معالي عندنا اليوم أمانة حابين نوصلها لك. عطوني إياها. صبري. وأنا بحافظ على الأمانة. بنسمعها بنسمعها. ألو، مساء الورد. النور. يا هلا والله. هلا بيت. مشاهدينا معنا عبر الهاتف أم لقمان والدة الفنانة الجميلة سعاد علي. مسيج بالخير يا يما. مسيج بالنور والسرور. هلا هلا بكل الغلا. هلا بنت يا أوليا يا أم علي. يا يما قولي لي إيش كثر راضية اليوم عن بنتك، وإيش كثر هي ابنة بارة بالنسبة لك؟ اليوم ودوم راضية. شو تحبين تقولين لها يما؟ شو تحبين تقولين لها من كل قلبك أمام الملأ؟ سمي. الله يخليكم. خليك وطرح فيك البركة، لا خلا ولا عدم من حسك بهالدنيا. طول في عمرك. هي الرضا. يعني ما بك حركتك. وي اسم الله عليك، اسم الله عليك. ربعا تابدي انت. يما من هي سعاد بالنسبة لك بين كل عيالك؟ هما بنتين وثلاث عيال، بس انت قلتي لي ان سعاد مختلفة بالنسبة لك. ليش؟ سعاد. سعاد الكل في الكل. البتشر. لا تقولين اكثر، يغيرون اخواني. امي لا 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 بعد هذا اخوانك، بس بعد يقول لك البتشر طير. اي عسى الله يخليكم انت واختك. وخليك ويك ادعي لي ادعي لي بالتوفيق دائما.
أنا وافق برضاك. سلامة أختك وسلامة إخوانك وخليك وسلامتك. يخليك أنت ذخر لنا وتاج على الرأس، والله لا يغير علينا فيك، ودائما إن شاء الله بصحة وعافية وعسى عمرك طويل. خليك يا خليفة هلي. يما كانت أم علي قاعدة تقول لي من شوي إيش كثر كان صعب عليها إن هي تطلع من بيتك وتستقل بحياتها، إيش كثر كانت مرتبطة فيك نفسيا ومعنويا. أيه؟ أيه؟ ما تصيح يا مظهرة. سبتي. عايشة في دلع. عايشة في دلع. خاطري في كذي سوت لي، لا اسم الله عليك عن التنهيدة، لا تنهدين وأنا موجودة. سلمت. حبيبة قلبي أم عثمان، أنا كنت جدا مدلعت. حبيبة قلبي الله يخليك على راسهم إن شاء الله دوم يا رب، وتكونين دوم رافعة راسك فيها يا يمه. ويبجيك حبيبة قلبي، ألف شكر على مداخلتك، شكرا جزيلا لك. أمي شلون المفاجأة؟ أمي حساسة وايد، عاطفية وايد، ممكن يعني الكلام اللي بتحكي علينا أحيانا تجيها القصة من كثر حبها لنا. ربتنا بعد ما توفى عنها أبوي، ربتنا إحنا الأخوان كلنا، تحملت مسؤولياتنا شغلتنا. اليوم اللي أنا فيه دائما من أي نجاح من بعد الله سبحانه وتعالى، هي حتى التوفيق في حياتي والله موفقني الحمد لله برضاها عني دائما تدعي لي بالخير. أنا أول أنا أدش أبوس لا عتريلها تقول لي لا، قلت لها أبي الجنة يا عمري، أبي الجنة، مو يقول الجنة تحت قدمنا، أبوس قاعتها أقول يلا يمكن أكون للجنة من تحت رجلك يا عمري. الله يخليك دوم برا فيها يا رب، يرزقك برها إن شاء الله. أنا ترى على فكرة من كلمتها وقلت لها سعاد صاحت تقول لي إلا سعاد، يعني تقول لي هاي الغالية أحس فيها. أي يعني لأن هي بتني صغيرة، أمي صغيرة لما تزوجت ويابتني أنا، يعني لما أني مثلا كعمر كنا لما نمشي لما بديت أنا يعني شبيت وهذا أمشي معاها، كنت اللي يشوفني يقول أختها ما يقول بنتها. فلما ينا ربتني وصرت معاها وكذي، فصرت غريبة يعني العلاقة والحميمية، وصرت أم وأنا بطبيعتي مع أمي وايد حنينة، وايد وايد حنينة. إذا حبيت منك في كلمات تلخصين لها حبك لها في كلمات، إيش تحبين تقولين لها من كل قلبك؟ كل الكلمات اللي تخطر في بالك، أي كلمة بتكون قليلة في حقها، قليلة في حق الأم، هذا الأم. نعم الله يخليها لك يا رب. الله يسلمك. أنزين أنتوا في البيت ما شاء الله بنتين وثلاث إخوان، لكن أنا خبروني إن أنتي وأخوك لقمان مسوين عصابة من صغرتكم، ما حد يسلم منكم أنتوا الاثنين. وإذا ما لقينا أحد نأدي أدينا عمرنا، هذا اللي تبي تسمعينه. ليش تاكلون؟ اليوم أنت شتبين تعرفين؟ لا صبر، ليش تاكلون اليح مال عمال البناي في البيت؟ يعني حبكت ما حلو لكم. هذا اللي قالت هالمعلومة يوم احنا صغار. ما حلى لكم الذي ترى ليه الحين نشوف الصينية العودة المعدن صينية عودة. اي ليه الحين نشوفها نضحكان واخوي. نبي نعرف السادة المشاهدين بهالقصة. القصة احنا كنا بيتنا اول في الشمال في محرق. حلو. وابوي يبني لنا بيت جديد، تبني له شركة بوبكو لانه كان موظف هناك، ويبنون له في الشرق. حلو. اي هني يم بيت العيلان وفيما بعد صارت مدرسة القدس. نعم. كانوا يبنون لهني بيت. عندنا ناطور حق البيت حطته الشركة. الظهر نودي الغداء، يودون الغداء، يودي أبوي أنا وأخوي نروح معه نمشي نروح البيت الثاني. ذاك اليوم ما أدري شيطانة شفنا ليحة ما شاء الله عليها هي حلوة حامرة ترورة، وبعدين لأنها صفر طاس لا، فبطلنا الصفر طاس وكلينا ليحة مال وعلي الناطور وعلي زين. شافنا أبوي انحرج، هاي قد الناطور وعلي يبينا لا زين. عاقبكم عدوة ايش سوى فيكم؟ وديانا البيت. ايه ثاني يوم جاب صينية هالكبر معدن حطها يوم يح قصص قصص تراسة كذي، هكذا عيني تشوفه. اي قال لك لا
تبون يح؟ ليه ما تلوش منكم؟ اكلوا. ليش انتم مو شايفين خير؟ حتى لقمات الفقير وعلي اكلوا. نقعد ناكل بعد احنا يهالي. كلتوها كامله؟ ايش كثرها صينيه ايش كبرها وين ناكلها كامله؟ وي يعني حتى يتروالي المشفوع ما بياكلها وصاروا ويران يدشون علينا الحريم يشوفونا قاعدين ناكل وما بعد ياكلون. حرام عليك يا علي، بيصير فيهم شاي صغار. حتى احنا من المدرسه ما رحنا، هاي من ضمن الشيطانه. زين عقب ذي اليوم امانه صار خاطركم في اليح ماله من يريد؟ لا ولا خلاص توبه لنا تشعت النفس. هذا كان عقاب ابونا الله يرحمه علينا. الله يرحمه يا رب. كان العقاب يكون بالمثل يعني. نعم. بس شلون يفكر الحين؟ نعم. عرفت شلون من يفكر. جزاء العمل الله يرحمه جازينة. يا رب. يعني على طاري الوالد الله يرحمه يا رب، طول بعمر الوالده اكيد. الوالد كان ايضا جدا مرتبط فيك، بما انك انت البكر كنتي المدلله عنده، كنتي العزيزه عنده. حتى فترة دراستك في الكويت كان لازم ياخذ إجازة أسبوعياً يطمن عليك، يقول ما أقدر أنا أخاف عليها وأبي أشوفها. اليوم معنا غيابة صار له يمكن أكثر من 30 سنة، لكن ما زال تارك في قلبك غصة. طبعاً إذا حبيت تقولي حق روحه كلمات، إيش تحبين تقولي؟ شلون تخاطبينه دائماً بقلبك؟ دائماً في صلاتي أدعي له، بالصدقات، بالزكاة، بتلاوة القرآن. عندي صورة حطتها دائما أترحم لها قدامي في بيتي. أقرأ الفاتحة كل ما مريت عندي مقبرة، قرأت الفاتحة. إن شاء الله متواها الجنة، اللهم يا رب يفتح عليه رياض من الرياض الجنة يا رب ويغفر له. الله يرحم. اللهم امين اللهم امين. انا اسف خلاص بننتقل حق ذكرى سعيده. ننتقل حق ذكرى سعيده. اوكي، تذكرين لما سافرتي عن ولدك علي الله يخلي لك اياه؟ كان للحين يحبي وكان عندك عمل فني تصورينه في السعوديه. رديتي المطار شفتيه توه يتعلم يتمشى لك، في احد في المطار ما سمع صوت انوستك؟ لا الصراخه ولا انا عندي علي صغيرون وحليله اي وللحين ما كمل السنتين، يعني ما كمل السنة حتى. نعم. وسافرت عنا صغير، رحت عندي عمل لمدة شهر يمكن أو أي شهر. رجعت من جدة، كنت في جدة عندي تصوير، ورجعت وأنا في المطار واقفة، أمي وأختي جايبين لي، فملبسين هذي شدوشة ثوب يا حلوة كذي حبيبي صندل ويبينا مذكرتينا والعيون الملونة. أنا عندي علي عيون ملونة ما شاء الله عليه الله يحفظه، وأبيض وأشقر الحولة. أشوف واحد يركض يا إلي مثل ما ربيتي علي ربيتي عياله. لا عيالي لا، محمد وفاطمة. إيش دراج أنت بعد قولي لي. محمد لا الوالدة خذته. أي لكن حبيب قلبك هذه. هذا إيش عرفتي؟ وفي حتى فطومة. فطومة جميلة، لما يشوفونها ربعي يقولون لها دي سعاد علي. طلي وراك حبيب. وي 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 بنات كيف شعر روسي. وي 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 يا عمري. نايم 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 نايم. أنت من أنا؟ من أنا؟ بيبين ماما سعاد. لا تقول إيديدي ماما سعاد. أي ماما سيدة راح على حضنك يدل لي طريجة. أسوي لك بوسة في الفغمة؟ يا عمري أسوي لك بوسة في الفغمة؟ وينها وينها حبيبي. وي 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 زعلان؟ خايف حبيبي. لا يا حياتي أنا فديتك. هذا الرية والروح والقلب من يا عمري. شلون كانت الحياة قبل ما يجي محمد وشلون صارت عقب ما جاء؟ شنو؟ شنو؟ روح جدي يا عمري. انت متعلق في جدي ما تبي ماما سعاد. ترى نسيتينا انت ونسيتي اللقاء ومركزة مع محمد. يقولك عزمنا الولد ولد الولد. أيوة أنا كنت بسألك السؤال، إلى أي مدى أنت مؤمنة في هالمقولة؟
لأي مدى عندك إيمان في مقولة أعز من الولد ولد الولد؟ إيه إذا يمر علي أسبوع ما أشوفهم أتصل في علي أعصب عليه يا عوري، وإذا وأعفس الدنيا كلها وأتصل فيه وأتصل في أبوه زين، وأي حد قدامي أصرخ أعصب أقول إلا تبوني يا عوري. شو الفرق اللي أحدثه وجوده في حياتك؟ شلون كانت حياتك قبله وشلون صارت بعد مايا؟ شوفي إحساس الأمومة شيء، نعم، لما بعد فوق الأمومة أمومة هذا شيء ثاني، لما تكون عندك حفيد شعور لا يوصف، جميل جدا. حبيبي هذا ابتداء مستكين إني ترى هاي مكانة. هذا مكانه اللي أنا حتى لما أخذه ألعب معه ما يأكل أسوي له لعبة الفغمة، صح؟ نلعب لعبة الفغمة. أنا ودي أسالف معاه بس أدري ما بيعطيني وجه من كذي، مغلتها من قصيرها بس. إيه إحنا ولدنا قليل الكلام. كثر سعيدة في المقابلة لحد الحين. قمة السعادة يا عمري، سعادتك مادية. في جزئين من حياتي مهمين، يعني من ضمن الأشياء المهمة في حياتي أمي، حفيدي، هاي السعادة مالتي. الله يخليهم لك يا رب طول العمر يا رب حبيبتي. الله يخليهم لك. أبو ساني يدو أبو سيدو. احنا بنطلع وقفة قصيرة مع الزميل علي العلوي، يمديك فيها تبوسين يده على راحتك. تفضل علي. هذه الفقرة مشاهدينا رصدنا آراء الناس من محبي الفنانة القديرة سعاد علي، سألناهم شنو خاطرهم يقولون لها وكانت الإجابات في التقرير التالي. سمحي لنا متابعتهم علي. تفضلي. سموا. والله ممثلات البحرينيين القديرين وما شاء الله عليها ما في بطيبتها، يعني معروفة على الخليج، عفوية وجميلة الصراحة. والله هو شوف مسلسلاتها القديمة يعني أنا مرة أحبها. يعني الحين مو مطلع أنا واجد بس ترسخي في الذاكرة القديمة يعني منه. نحب أدوارها اللي تمثلها ونتابع مسلسلاتها على قناة البحرين. الله يطول في عمرها ويعطيها الصحة والعافية. كوميدية أكثر، معطاءة. أتذكر أنها كانت بدايتها مذيعة تلفزيونية على فكرة، بعدين تحولت إلى ممثلة. شكرا على جهودها وعلى الأداء المتميز. يعني ممثلة كوميدية تمثيلها رائع، ماله حلو تمثيلها، واجد فكاهية ودائما تضحك الناس يعني وتسوي ذكريات ما تنسى في المسلسلات. فنانة طيبة وخلوقة، وأنا التقيت فيها شخصيا يعني وسلمت عليها. هذه حب الناس نعمة ورضاهم نعمة، هذه كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومو بالسهولة توصل لهم، مو بالسهولة تدخل في قلبهم، مو بالسهولة تكون هناك أعمالك تبصم في ذاكرتهم. يعني هذا يعني الحب هذا نعمة جميلة، نعمة من رب العالمين، صح؟ ما ينشرى، ما ينشرى ما ينشرى لا، وهذا معناها أن أنت وصلت إلى داخل مشاعرهم بصدق، صح؟ وسط هالمنافسة، وسط عدد الفنانين الكبير، لما يكون في فنان واحد راسخ في ذهن الناس حتى بأعمال القديمة فهذه نعمة من رب العالمين. طبعاً نعمة. الله يحبب فيك خلقه دوم يا رب. إن شاء الله دوم يا رب، وإن شاء الله دائماً أنا أكون عند حسن ثقتهم ورضاهم علي في أني أقدم ما هو متميز وما هو يرضيهم وما هو يعني يرسخ عندهم.
نعم أم علي، يمكن سبقتيني بكلامك في رسوخ أعمالك في 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 ذهن محبينك، يعني الكثيرين اتفقوا على أن أعمالك ما زالت راسخة في ذهنهم حتى الأعمال القديمة منهم منها، ولكن شددوا على أن الجانب الكوميدي دائما هو الأقرب بالنسبة لهم. ماذا عنك؟ أنت فعلت الأعمال الكوميدية أقرب لك؟ شوفي، أي شخصية سواء كانت كوميديا أو دراما تراجيديا أحبها، أخلص فيها، تلمس داخلي، فبيكونون الثنتين قريبين إلى قلبي. أنا أعشق الكوميديا وأعشق الدراما. بس أكيد في شيء يتفوق على شيء في قلبك، المحبة من الله. لا بصراحة لا، أحيانا يعني أقول مثلا هي تعتمد على الشخصيات اللي أقدمها وتم اختياري لها يعني. نعم. أنا وايد مخلصة لأي شخصية، محبة لأي شخصية أقدمها على الشاشة، لأن في النهاية هذه الشخصية تكون موجودة شريحة في المجتمع. لازم أوصلها صح، فما عندي أقول كوميديا، أو يمكن ناس تحبني كوميديا ينشرح قلبهم، وفي ناس يشوفوني بعد في الدراما حلوة وجميلة وأبتشيهم. بس النوعين من الفن هو الإخلاص في العمل، وهاي اللي قلناه يمكن في مقدمة البرنامج، أن أنت من الفنانات المقنعين جدا، تخلين الواحد ينسى أن هذا تمثيل ويعيش معاك في الشخصية من كثر ما تتقمصينها وتتلبسين الشخصية اللي أنت قاعد تمثلينها. هذا عشق، عشق لهذا مو من الفن. طرف واحد، من طرفين. هل من عمل قادم راح تطلين عيني فيه قريبا؟ إن شاء الله. شنو؟ ما راح اقول. لا اليوم عاد لازم نقول. لا ما يبين حفيدك ومتصلين في الوالده. لا ما علي، عادي عادي مضبطين معي الحين مثلا عندي عملين ورق اي زين، والشخصيات قاعده تكتب، فخلينا الجمهور راح ينبسطون ويستانسون لما يشوفونها على رمضان الجاي في عمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما بنقول اسم ولا بنقول شيء. بيكون دراما وكوميديا. دراما وكوميديا. اوكي. مؤخراً ظهرت على الشاشة العديد من الأعمال الدرامية الخليجية. نعم. بعين المتفرج، شنو أكثر عمل أثار إعجابك واستحسانك؟ بسوي لك مشاكل اليوم. مو لازم في رمضان. لا تحرجيني مع الممثلين. لا أنت بالإعجاب. لا عمل أعجبتي فيه. لا لا طالعيني. لا 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 أنا مصر. طالعيني ما بمنتجة. مو لازم ترى عمل بحريني، عمل خليجي شفتي، حتى وإن كان عمل من زمان يعني سوينا رمضان لطاف ذي. لا موسيقى الأحمدي. آه عمل جميل. لا موسيقى الأحمدي من الأعمال الجميلة اللي تابعتها. شفتي حصلتي جواب وأنا حصل جواب. واستمتعت بعمل هبة مشاري دفعة القاهرة. تابعت إلى جانب أعمالي يعني. جميل. والليل يعني عندنا إحنا بالنسبة لنا لأن بروفات ومسرح وهذا قصير. تابعت العاصوف من الأعمال الجميلة على الام بي سي. نعم. إيه. جميل. حق الأستاذ ناصر القصبي. ففي أعمال تابعناها جميلة جداً. نوجه كل التحية أكيد حق أبطال هاي الأعمال المهمة اللي تفضلت فيها. اليوم قاعدة تظهر العديد من الوجوه الشابة على الساحة الدرامية الخليجية، ولكن أنا حابة أتكلم عن الشباب البحرينيين اللي قاعدين يطلعون اليوم. يعني في وجوه شابة مثلاً بسام علي، أحمد شريف، حسن محمد، نور الشيخ. إلى أي مدى أنت متفائلة اليوم أم علي بهاي الوجوه الشابة؟ أنا سعيدة بهالوجوه الشابة الجديدة، ودائما نقول دائما لازم يكون هناك الجديد اللي يكون امتداد لنا فيما بعد، ومثل ما احنا كنا في يوم من الايام امتداد حق غيرنا، ولازم يكون في دائما الجديد، الدماء الجديده، الشباب. انا مستمتعه خاصه لما شفت مشاركاتهم في اعمال سواء كانت خليجيه او محليه، وعلى مستوى المسرح اروح لهم احضر لهم. عندنا شفتك حاضره انا بعد في العمل الاخير حق سامي رشدان والشباب. اي احنا يعني ما شاء الله شبابنا فنانين جميلين، فيهم طاقه، فيهم ابداع، في تطور،
في عطائهم وفيهم هم مجتهدين جدا. جميل جدا. الله يوفقهم يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. زين انت وعدتيني اليوم ان احنا بنطلع على المألوف. طماعه. اي بس ما علي، انت كريمه وانا استاهل. اي ما عليك، استاهل ولا ما استاهل؟ اعزمك على وجبه تاكلين لك يعني مو لا اليوم دايت. يا ولدي يا مخرج جودها. غني لي. سر الليل عودني على النوح والسهر، سر الليل عودني على النوح والسهر، يذكرني بياع الهوى يوم نشاري. الله احرجتيني. الصوت لا كفى عليك، تسلم هالصوت. وي عداله تحسديني. مشاهدينا وقفه اخيره مع الكمان، من بعد راجعين لكم في الفقره الاخيره من على الوتر، لا تروحون بعيد. أكرم علي أطلب من ضيفي الكريم أنه يقابل نفسه في المرأة ويحاكيها. اليوم إذا حبيتي تشكرين نفسك على شنو راح تشكرينها؟ أشكر نفسي على طيبتي، على إخلاصي في شغلي، على حبي للجميع. وإذا حبيتي تعاتبين نفسك في المقابل على شيء سويتيه وقلتي كان زين ما سويته طول هالعمر، شنو هو؟ في أشياء وايد قلت على نفسي عشان الآخرين، بس اليوم لا. إيش صار؟ التفتي حق نفسك. أخيراً، شنو الوعد اللي توعدين نفسك بالالتزام فيه طول العمر؟ إني أعيش طول عمري سعيدة بالناس اللي حوالي اللي يحبوني وأحبهم. أعيش الحب، حب أهلي، عيالي، أصدقائي. أبعد عن كل شيء ممكن يضايقني أو يجيب لي الألم. الله يديم عليك هالفرح وهالابتسامة. فنانة الجميلة سعاد علي، شرفتيني ونورتيني اليوم، وكالعادة حضورك مختلف، كل حب وكل حياة. شرفتيني، وهاي يعني تذكار بسيط يشهد على حبنا لك واعتزازنا بكل شيء قدمتيه. يسلم عمرك حبيبتي، هذا راح يكون تذكار جميل راح ينضاف إلى ضمن التذكارات اللي موجودة عندي، لهم طاولة خاصة في غرفة نومي، ودائما أقعد أتفرج عليهم وأتذكر كل لحظة إن هذه شلون وش كان وش الموضوع وش السالفة وش البرنامج. نتشرف طال عمرك. الله يخليك. شكرا شكرا لكم، وحق جمهورنا ومتابعيني، وحق تلفزيون البحرين إن شاء الله راضي عنك، وحق مخرجنا اللي قال لي لا تلبسين أسود. يلا مو مشكلة، رضيت آخر البرنامج. لا مو أخذ. شنو رضاك عن الحلقة اليوم؟ استمتعت، كانت جميلة جدا، طلعنا شوي عن المألوف. كنت جدا سعيدة بوجودك. الله يسلمك. شرفتيني معك. شكرا شكرا. إذا مشاهدينا، كانت هذه نهاية حلقة على الوتر لهذا اليوم. جزيل الشكر على شرف متابعتكم، ألقاكم الأسبوع القادم على ألف خير، في أمان الله.